الاكزيما شنو هي بالاصل؟ هي فطريات، هي فيها بزاف ديال الانواع ديال الاكزيما، يا اما كتكون وراثيه يا اما كتكون عندنا من الفطريات او بعض التعفنات ديال الفيروسات. كتكون عندنا نقص مثلا في بعض الفيتامينات بحال فيتامين بي من او وخاصه الفيتامين بي 6. كتكون عندنا من التعامل مع بعض المواد، وهذا هو اللي شائع بزاف، واحد 50 ولا 60% ديال الاخوات كيكونوا كيستعملوا بعض المواد ديال التنظيف او بعض المواد الكيميائيه وما كيتعاملوش معها بحذر، وهي اللي كتعطينا هذا النوع هذا ديال الكزيما. وكاينين كزيما كتجي من المناعه ملي كتهبط، كاينين عاوتاني كزيما اللي كتجي من الحساسيه، الانسان اللي كتكون فيه الحساسيه كتجيه الكزيما. هاد الكزيما هادي شنو هي؟ هي الجلده كتنشف من الماء، وكاينين جوج حالات، يا اما كتنشف من الماء وكتشقق، وشنو كيتبعها؟ كتبع الحكه، كتبع الحموريه، كيولي داك الجلده في داك المكان عندها واحد الاحمرار كبير، وفي بعض الحالات كيكونوا بعض الحبيبات وكتبع الحكه، يعني الانسان كيولي كيحك بزاف ما كيحبش، واخا كيدير مضادات الفطريه. هنا علاش باش كنعرفوا حنا الكزيما؟ ملي كدار المضادات الفطريه ما كتحيدش، اذا كتبقى هذا. وكاين قلنا جوج ديال النوع، كاين النوع الناشف اللي ما فيهش الماء، اللي ما فيهش اللي ما كيكونش كيسير، وكاين النوع اللي كيكون فازق يعني يوميد كتكون فيه واحد السيلان. وهنا الكزيما خصنا نردوا ليها البال، منين تكون الكزيما ضروري التعامل معها. اولا ما نستعملوش المواد ديال اللي كتكون كيميائيه ديال التنظيف، نقيسوها بيدينا هكاك. والاغلبيه ديال الاخوات اللي كتكون فيهم الكزيما يا اما كيقيسوا جافيل ديال العبار بيديهم، يا اما كيقيسوا بعض المنظفات بيديهم، فانا خصي يديروا الليغات ضروري، ومباشره من يديروا الليغات نحاولوا اننا نمسحوا يدينا او نغسلوا يدينا بالصابون ديال الحجره ونشفوها باش ما يبقاش هذيك المواد اللي كتعطينا الحساسيه. عاوتاني من الاحسن اننا كل ما نحيدوا دوك الليغات نعقموهم، يعني ندهنوهم بواحد شويه ديال جافيل ونغسلوهم ونخليهم ينشفوا باش دائما من يكون عندنا التعقيم. الطريقه ديال الاكل، ان الاكل خصو يكون متوازن، خصنا ندخلوا في الاكل ديالنا الفيتامينات، خصنا ندخلوا الالياف، خصنا ندخلوا المواد لاكلوغوفيل، هادشي كامل فين كنلقاو؟ كنلقاو في الشلاضه وكنلقاو في الخضره، في المواد اللي كتكون خضراء وفي المواد اللي كتكون الالوان ديالها مختلفه. كما كنقول دائما الطبق خصو يكون الوان قوس قزح. الماء بزاف، الماء بزاف، علاش؟ لان الدوره الدمويه كتمشي بطريقه طبيعيه وكتمشي مزيان، والمواد المغذيه كيوصلوا لنا البشره ديالنا بما فيهم الفيتامين بي او الفيتامينات من المجموعه ديال بي. هذه كلها امور اللي خصنا نردوا لها البال. التوتر النفسي والعصبيه ممكن ايضا يكون مسبب مباشر لظهور الكزيما، مسبب مباشر ب 70%. اذا غادي نزيدوه في بعض في الامراض اللي وصلنا لها دابا في ذاك الدفتر ديالنا ديال التوتر العصبي اللي هي الكزيما. ولكن قبل هذه الكزيما هذه ما تجينا، الناس اللي كيكون عندهم حساسيه ديما كيمرضوا بالحساسيه، يعني ديال الجلد او ديال التنفس. الناس اللي كيحسوا المناعه ديالهم هابطه، الناس كذلك اللي دائما كيحسوا بالبشره ديالهم اللون ديالها مبدل باهت سخفان، فهادو كلهم خصهم يردوا البال ويعطيو عنايه خاصه للبشره ديالهم. كيفاش عنايه خاصه؟ الترطيب والتغذيه. الترطيب ضروري نستعملوا بعض الزيوت المرطبه بحال زيت اللوز الحلو، بحال زيت البابونج، بحال زيت لافوكا، هذا ما يخطاكمش، كل ليله دهنوا بواحد من هاد الزيوت هادي. التغذيه في الصباح كنديروا كريم مغذي، غادي نستعملوا ماده وحده باش ما نكثرش عليكم، يا اما زبده الكاريتي راه فيها جميع المنافع ديال التغذيه. زبده الكاريتي هي زبده الشيا. الشيا نعم، البيغ دو غران شيا ولا البيغ دو كاريتي راه بحال بحال، او ما لقيناش زيت الكوكو، اذا زيت الكوكو في الصباح تبقاو تدهنوا بها، او زيت زبده الكاريتي باش دائما كتعطيكم التغذيه البشره ديالكم وباش كتحميوا راسكم ما توصلوش للدرجه ديال الاكزيما. طيب معنا سعاد من السله، فاطمه من طنجه، رحمه من ايطاليا، فاطمه من دار بيضاء. غادي ناخذوا اسئلتكم مستمعتنا، مرحبا بكم معنا في حديث مغزل. سعاد عندك سؤال في الموضوع ديال الاكزيما، مرحبا بك معنا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سعاد. المهم كنشكركم على هاد المواضيع كلها اللي كتطرقوا ليها. مرحبا. السؤال ديالي هو انني عندي الانواع بجوج، عندي الفطريات وعندي الكزيما. الفطريات عندي بالنسبه لفليزيسيل. يعني عييت مشيت للطبيب وعاودت ومشيت وعاودت ويعني كناخذ حتى دوك الحبوب ديال بوندون 3 موا كندير التريتمون ديالها.
ورغم داك الشيء يعني كتبرد في الفترة ديال العلاج. نعم. ملي كدوز داك الفترة كتحيا. وبورتون يعني كندوش يوميا مع العلم انني كنعرق بزاف. واخا. صين عندي 50 سنة. نعم. غنسولك سؤال. سولك سؤال. غنسولك واحد السؤال وغادي ندوزو للكزيمة. واش ملي كتحيدي الملابس ديالك دوك اللي كيكونوا عندهم علاقه بهذيك المنطقه يعني في المنطقه اللي كيكون فيها الفطريات واش كديري ديك البرمه ديال الماء مغلي وكتخشي فيها الحوايج كما قلت لكم؟ كندير يعني كنصبن في لا. لا. 60 درجه لا يعني هذا هو الصابون ديالي. شوف التعقيم التقليدي الصيدلي انا كنعطيه لكم كنديروا برمه ديال الماء وكنديروها تغلى مزيان كتولي كتبقبق كنقولوا حنايا كتبقبق مزيان وكتولي كتخشي فيها 5-6 المرات دوك الحوايج باش كيتعقموا لان اش كيوقع لك كاين الفطريات كيبقى داك البيض ديالهم تما وكيبقى في حوايج وكاينين الفطريات اللي كيغيزيستيو يعني كيصبروا لدرجه الحراره اش كيديروا غير كيقيسهم شويه ديال الصاد كيتكمشوا وكيديروا واحد كيتغلفوا ما كتبقاش شي حاجه كتاثر عليهم اذا في التريتمون هذه باش ناخذوها الاخوات كاملين يقيدوها عندهم ويوصلوها العلاج ديال الفطريات ملي نكونوا كناخذوا التريتمون اي حاجه عندها اتصال بالفطريات يعني الملابس الداخليه او مثلا اللي كنلبسوا دوك الجوارب او اي حاجه عندها علاقه بالفطريات كنديروها في داك الماء اللي كيكون كيغلى فوق البوطه نخشيوها 6-7 المرات وكنحيدوها صافي كتعقم باش ما كيعاودش يرجع هاد المساله هذه واخا شنو الكزيمه فين عندك الكزيمه اختي؟ كزيمة عندي في الدورة ديال العين في الكونتور ديال هذا العين يعني عندي دي بيكوتمون بحال هكا كنحس بهم هكا ولا مع دابا ديك البلاصة حس يعني رقيقة ما كتقدرش تبقى تاكل وكتحس بالجلدة يعني بحال منفوخة واللون مغاير. نعم إذا هذه لأن وصفة اللي غنعطي للبشرة ولكن هذه حالة خاصة إذا حالة ديال الدورة ديال العين إذا إذا كانت الكزيمة في الدورة ديال العين خصنا مواد تكون خفيفة اذا هذه المواد هي اللي قالت لي دكتور نعم. الطبيبه هي اللي قالت لي ان راه هذيك زي ما ديك اتوبيك دكتور عماد اذا هذه الكزيمه اللي غتكون حول العين خاصه في المنطقه ديال الحساسه غادي نديروا لها الوصفه هذه غادي تاخذوا معلقه صغيره ديال زيت الورد وجوج معالق كبار ديال زبده الكاريتي معلقه صغيره ديال زيت الورد وجوج معالق كبار ديال زبده الكاريتي في حمام مريم تخليهم تيذوبوا ويتخلطوا مزيان وتخليوها تبرد هذيك الكريمه اللي عندكم اش كديروا لها كتوليو كدهنوا بها حول العين ديالكم من الليل ليل وكتباتوا بها كداوموا عليها يوميا حتى كتحسوا بان ديك الكزيمه غبرات وديك البلاصه ما بقاتش فيها الحساسيه وما بقاتش فيها الحكه. ما يكون عندك بس واحد غادي ناخذوا فاطمه. اهلا فاطمه. فاطمه من طنجه. مرحبا بك فاطمه. وعليكم السلام. يا ريت ترفعي الصوت ديالك وإلا دايره لكي تحيدي وهضري معنا بالتليفون باش نسمعوك فاطمه. دابا كنهضر معك في التليفون. ايوا واخا يلا مرحبا بك معنا في حديث ومخزن. بارك الله فيك. شنو سؤالك على الكزيمه؟ دكتور عماد انا عندي واحد المشكل في الرجل ديالي بالليمن ملي كنت صغيره وعندي عند رجلي كياكلوني بزاف وكيعملوا لي ديك الفطريات. نعم. دابا عييت يعني بالبومادات وداك الشيء ولكن والو دابا المشكله انا حامله وليت خايفه بزاف ما عرفتش شنو ندير واخا كنعمل البومادات وداك الشيء ولكن نفس المشكل. سؤال مهم دكتور عماد واش المراه اللي حامله ما يمكنش دير هذوك الدوايات ديال الفطريات؟ الدوايات الفطريات اللي كيتشربوا هما اللي ما يمكنش نديرهم اما ندهنوهم في الرجل ديالنا ولا في اليد ديالنا ماشي مشكل لان هذوك كاين الدوايات ديال مضادات الفطريات اللي كيتستعملوا حتى في يعني في بالنسبه للنساء في طب النساء ماشي مشكل والوصفه ان شاء الله اللي غادي نعطي ديال الكزيمه راه يمكن لها تستعملها الصباع ديالها ويستعملوا الحوامل ولا اللي عادي ماشي مشكل. يعني الامان عليك فاطمه حنايا خليك معنا في الاستماع غادي نعطيو هذه الوصفه وتقدري تستعمليها ان شاء الله. معنا فاطمه من طربيضه هذه المره. اهلا فاطمه من طربيضه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا الزعيم. اي هادي راكي بخير لاباس الحمد لله. مرحبا بك معنا على راديو اصوات فاطمه. تفضلي ناخذ سؤالك. الشرف اختي ملي هضرت معاك. الله يبارك فيك. الدكتور عماد شرف متبادل اختي. اليوم من الخدمه وقلت والله حتى غنشدكم وجلست وبديت الصابون وخليته كنقول والله حتى غنهضر معاكم اليوم وبغيت ندي اجر من عند الله سبحانه وتعالى. الله يبارك فيك. مرحبا. كان هذا الدواء انا دابا كانت فيا الكزيمه وريت الام ديالي كنشكرها وريتها ليها
وعيت بالدواء وكيخرج لي واحد التيب واحد الطوماده صغيره التيب كتلعب في الفرماسيا بلا ما نذكروا الماركه كامله وكنحك نحك بزاف 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 تاع التيبات كلشي كيتركل وريتها للوالده ديالي وعطاتني هاد الدواء قالت لي بنيتي سيري جيبي الكبريت وغيطرون وزيك العود ودبيهم وملي كتنشف لي هذيك البلاصه اللي كانت هي فيها هذيك هذيك الحكه كتقشر وملي كنفك كدوز بالدم. اذا حنا وصلتنا الفكره ديال الحاله اللي كتكون فيها الكزيما. دابا شنو هاد الوصفه بغيتي تستشري فيها تسولي عليها ولا تقاسميها معنا؟ نتقاسمها معكم. اذا فيها الكبريت وزيت العود. انا بغيت نعطيكم مباشر دكتور عماد شنو مباشر. اكيد شنو رايك في هاد الوصفه؟ بغيت نعرف انا غير المقادير شحال درت هاد الوصفه. درتها تقريبا سيمانه. شحال ديال الكبريت قولي لها شحال ديال الكبريت درتي هادشي اللي بغيت نعرف انا. انا نقول لك انا شريت جوج دراهم. صافي واخا انا غادي نجاوبك على السؤال ديالك. فالكبريت كمادة كاع مباشرة ما يمكنناش نجيو نديروه بحال هكاك على البشرة ديالنا، واخا الأخت أنا متفق معاها. غادي نقول لك أختي أنت وحدة في 700 من حسن الحظ أنك منين درتي هذه الوصفة هذه الوصفة ساعدتك، ولكن كوني على يقين بأن هذا الكبريت ولا هذا النيترون ولا شنو هذه المادة هذه اللي هما مواد كتباع ماشي تا مواد طبيعية. حيت دابا في بعض العطارين وبعض العشابه راه ماشي دابا ولا غير تخصص في المواد الطبيعيه، راه كتمشي كتلقى عندهم حتى مواد كيميائيه ما كيعرفوش الخطوره ديالها، بحال الناس كتبيع بحال الديبوشاج ديال القوادس حتى هو كتلقى عند العشابين والعطارين. اذا هاد الخلطه ما نستعملوهاش نهائيا لان خلطه خطيره فيها الكبريت فيها ماده اخرى كيميائيه، نتجنبوها وكاينين وصفات طبيعيه امنه اللي يمكننا نديروهم. وحنا غادي نعطيوكم وصفه مباشره من بعد الفاصل. تنشكر كثير فاطمه على الاتصال والمشاركه ديالك معنا، وهذه الوصفه كيف قلتي تقسمتها معك الام ديالك الله يخليها لك. دكتور عماد اليوم ربما ما كيشجعش عليها لانه تقدر الخلطه على حسب القدر والقياس وكيفاش تستعمل تكون فيها خطوره. غادي نتابعوا ونشوفوا شنو هي الوصفه اللي غنقدموا لكم اليوم. مشكل اكزيما. خديجه مرحبا بك معنا على راديو اصوات، تفضلي شنو سؤالك مباشره؟ الحمد لله الله يبارك فيك خديجه. بخير اختي الله يبارك فيك. اختي شوفي بدات كاريتي قالها الدكتور على الصباح يعني ديريها في الصباح هي و سميتو يعني واش نديرها واخا نديرها ماشي مشكل. هي زبده لا هي هي الزيت ديال الكوكو. فزبدة الكاريتي اصلا هي في مناطق حارة وهي المواد اللي فيها كتخليها تحميها من اشعة الشمس ومن درجة الحرارة، إذا كيمكننا نصيبوها نديروها في النار بطريقة آمنة ما نخافوش منها. عليك الأمان. عافاك سمح لي إذا كان ممكن. مرحبا يلا. هذيك الأسبيرين ما لقيتهاش، قلبت على تعيس الصيدليات حنا في كازا ما لقيتهاش. نعم، وشوفي أختي صيدليات أخرين أو ماشي ما يمكنش في صيدليات كازا كاملين ما كاينش الأسبيرين غير المنطقة اللي فيها وقيلا الصيدليات اللي فيها ما فيهمش، شوفي في بلايص أخرى في كازا راه غادي تلقاها إن شاء الله أختي. حنايا الان غادي نقدموا لكم وصفه دكتور عماد. هذه الوصفه هي عباره على اون كريم، على كريمه اللي غادي ندهنوها، وهذه الكريمه مغذيه وكتحارب الكزيما والوقايه، حتى الناس اللي يحسوا براسهم ان غادي تبداهم الكزيما يديروها كوقايه للبشره ديالهم. اش غنعتمدوا في هذه الكريمه هذه؟ غادي نعتمدوا فيها على الاملاح المعدنيه، على السيليسيوم، على الزنك، وعلى المغنيزيوم. هادو كاملين والسيلينيوم هادو كاملين فين غنلقاهم؟ غنلقاهم في الطين الاخضر. من بعد كنمشيو لافيتو ايلاستين، هاد الماده هادي اللي كتخلي لينا الرطوبيه وليلاستيسيتي ديال لابو، يعني المرونه ديال البشره ديالنا اللي غنلقاوها في زيت ارغان ديال الجميل. غنمشيو للمضادات الفطريه الطبيعيه ومضادات الجراثيم اللي هي الزعتره لوتان واليازير لوغوماغان، وهذا الشيء كامل غنجمعوه باش يعطينا كريمه اللي غتحمينا من اشعه الشمس وكريمه مغذيه اللي هي زبده كاريتي. اذا وصفه بسيطه فيها 5 ديال المكونات. الطين الاخضر غتاخذوا منه معلقه صغيره، زيت ارغال الجميل غتاخذوا منها 6 ديال المعالق كبار، الزعتره واليازير تاخذوا منه معلقه صغيره معلقه صغيره، وزبده الكاريتي 7 ديال المعالق كبار. اذا نعاود، الطين الاخضر معلقه صغيره، زيت ارغال الجميل 6 ديال المعالق كبار، الزعتره واليازير معلقه صغيره معلقه صغيره، وزبده الكاريتي 7 ديال المعالق كبار. اذا فواحد الكاسرونه كتحطوا زبده الكاريتي 7 المعالق كبار ديالها، كديروها تذوب فوق العافيه حتى
كتذوب وكتضيفوا المواد الاخرى وتخلطوها مزيان حتى كتخلط، تخليوها تطلق واحد 5 ديال الدقائق وتعاودوا تسخنوها فوق العافيه حتى يذوب عاوتاني الخليط، وداك الخليط غتصفيوه، تاخذ واحد الصفايه رقيقه وغتصفيو هذاك الخليط في واحد البواطه او واحد العلبه اللي كتكون فيها الكريم، اللي فين كدير الكريم وتسدوها وتخليوها تبرد مزيان حتى تدفى وتخشيوها في الثلاجه باش تبرد مزيان. وهذيك الكريم اللي حصلتوا عليها غتوليو من بعد ما تغسلوا البلاصه اللي عندكم فيها الكزيما بالصابونه ديال الحجره والماء سخون تنشفوها مزيان ودهنوا ديك الكريمه من الليل لليل وتباتوا بها. بالنسبه للوقايه غادي ندهنوا ديك الكريمه في البلاصه اللي كنحسوا فيها الحكه بزاف او الحساسيه بزاف. بالنسبه للوقايه كنستعملوها مده ديال شهر، وبالنسبه للعلاج كنستعملوها مده ديال 3 شهور، وفي شهر ونص الاولاني غادي تلقاو النتيجه ان شاء الله. وتهلاو في راسكم، وهاد الوصفه خصكم تطبقوها بالمقادير وبالطريقه اللي قدم لينا دكتور